من الضفة الغربية التي تشهد حملة اعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال واشتباكات مسلحة في منطقة الخليل، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال أسرى محررين ومواجهات مسلحة. واستخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع خلال هجماتها على القرى والمدن الفلسطينية. وأطلق مقاومون الرصاص والعبوات المتفجرة للتصدي لجنود الاحتلال التي اقتحمت المدينة واعتقلت 5 أسرى محررين بينهم. إذن المواجهات في الضفة الغربية كما ذكرنا وكما أظهرت مشاهد مصورة نقلتها بعض المواقع الإخبارية على مدار الساعات القليلة الماضية، تصعيد جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي الضفة الغربية. إلى أي مدى سيصل هذا التصعيد وما هي أهداف الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد كهذا؟ وأين السلطة الفلسطينية؟ أعتقد أنه سؤال هام أيضا في هذه الفقرة. أنقل هذه الأسئلة إلى ضيفي الذي انضم إلي من الخليل، الدكتور بلال الشبكي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بكم. من المستهدف في حملة كهذه؟ يعني أنا لم أستمع إلى تقديمكم، لكن إن كنت أسأل عن الحملة الإسرائيلية التي شنت مؤخرا في مدينة الخليل، فهذه جزء من عملية مستمرة منذ سنوات طويلة لكنها مكثفة في الآونة الأخيرة، بحكم أنه المدينة تشهد حالة من حالات الحراك على المستوى السياسي نتاجا للحديث عن انتخابات محلية وبدء تشكيل بعض القوائم، وبالتالي جاءت جزء من حملة الاعتقالات لبعض الناشطين في مثل هذه الانتخابات سواء على مستوى الترشح أو على مستوى الدعاية الانتخابية. وبالتالي هذه رسالة إلى أنه مهما كان الحديث عن إجراء انتخابات وعمل مؤسسات وجيها ومطلوبا في كثير من الأحيان، إلا أنه هذا العمل يعني يغفل بشكل أو بآخر قدرة الاحتلال الإسرائيلي على التدخل بشكل مباشر لتؤثر في نهاية المطاف على نتائج الانتخابات أو على مجريات العملية الانتخابية على أقل تقدير. وأين تقف السلطة الفلسطينية دكتور من تصعيد كهذا؟ يعني السلطة الفلسطينية لا يمكنها القيام بأي شيء يعيق عمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا، طبعا هذا ينطبق على كل مناطق الضفة الغربية، لكن في مدينة الخليل المسألة أيضا لديها خصوصية بحكم أن المدينة أصلا مقسمة إلى منطقتين، منطقة خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية ولا يسمح للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالدخول إليها ولا بالعمل فيها، وبالتالي الأمر مرتبط منذ منتصف التسعينات وتحديدا عام 1997 مع بروتوكول الخليل وتقسيم المدينة إلى H1 وH2، مضافا إلى ذلك أنه يعني لم تبنى السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على مواجهة السياسات الإسرائيلية، يعني ليس من المتوقع أن يكون هناك دور يحد من تدخل السلطات الإسرائيلية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مجرى الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. طيب حركات المقاومة ما هي خياراتها مع تصعيد كهذا في مدينة الخليل؟ يعني حينما نتحدث عن حركات المقاومه الفلسطينيه التي تتبنى امكانيه المواجهه مع الاحتلال الاسرائيلي، نحن نتحدث بالدرجه الاولى عن الحركات اليساريه والحركات الاسلاميه. وهذه الحركات على مدار سنوات طويله منذ مرحله ما بعد بدء الانقسام الفلسطيني تعرضت لشكل من اشكال التقويض الممنهج، وبالتالي لم تعد قائمه تنظيم فعلي على الارض بقدر ما هي موجوده على شكل يعني عناصر يظهرون بشكل او باخر ميولهم او انتماءهم او مناصرتهم لحركات المقاومه دون ان يكون هناك قدره على تحريك الشارع الفلسطيني بحكم غياب البنيه التنظيميه كما كان الحال عليه قبل عام 2006. وبالتالي اذا لم يكن هناك قرار على المستوى السياسي بان تكون حركه فتح معنيه على وجه التحديد بان يتحرك الشارع في مواجهه السياسات الاستعماريه الاستيطانيه سواء في مدينه الخليل او في غيرها، سيكون من الصعب ان ننتظر احتماليه تحرك الشارع مدفوعا بقرار فصائلي من حركات المقاومه الفلسطينيه. يعني ما نشهده بين فتره واخرى في الضفه الغربيه
بما فيها مدينة الخليل، إن هناك قد نشهد يعني حالة من حالات الحراكات الشعبية، لكن حراكات ما دون تنظيمية، لأنه البنية التنظيمية كما أشار إلى زائدة، وهذا ما يدفعنا للقول إنه لا يمكن مواجهة السياسات الإسرائيلية ما لم يكن هناك توافق فلسطيني داخلي تحديدا في الضفة الغربية، ولم يكن هناك على الأقل برنامج الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه ما بين الأمناء العامين بالانتصار الفلسطينية الذين توافقوا على المقاومة الشعبية، لكن للأسف يعني لم يتم البناء على مثل هذا الاتفاق فتم التراجع عنه. شكرا جزيلا لك من الخليل دكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية.